بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع الأوزولا وتغذية الدواجن على الأوزولا، اليوم ننتقل لتجربة عند الشاب نور مرعي من بلدة كفردان. بسم الله ما شاء الله، يعني البدايات موفقة ورائعة، وسنتحدث قليلا ونحصل على معلومات من المزارع نفسه. يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء، يعني أنت زرعت جديد، يعني إلك ما يتعداش الموضوع شهرين، بدي الناس يفهموا يعني هل الموضوع متعب مكلف، بده الواحد كمية أسمدة برهقوا الشغل، يعني بدي معلومات بسيطة نوصلها للناس. لا يعني الموضوع سهل الحمد لله، بس مية أسمدة بسيطة وزراعتها سهلة، يعني سهلة وبسيطة. بتحتاج منك وقت؟ يعني زي هذا الحوض قديش مساحته؟ هذا 35 متر. 35 متر، يعني كل يوم قديش بدك وقت شغل فيه؟ كل يوم بدي لما اكيم منه. بتقيم منه، انت بتقيم منه بتطعم الدجاج اللحم. بطعم الدجاج اللحم. طيب ماشي، قديش بتقيم منه كل يوم؟ يعني تقريبا 10 كيلو 12 كيلو هيك. يعني تقريبا عندنا المتر المربع بنتج اكثر من وكيه. طبعا هنا رايحين ننتقل حاليا للدجاج اللي عنده لمربيه، ونشوف ان شاء الله رب العالمين قديش وفر علف، شو وزن الدجاج، شو ملاحظاته عن الموضوع. بسم الله ما شاء الله، هاي الدجاجات عمرهم 31 يوم. طبعا في عندنا اوزان 2 كيلو و2 كيلو و200، ونستكمل مع الاخ نور عشان نفهم بالضبط شو النتائج اللي حصل عليها. اول شيء يعطيك العافيه مره ثانيه. قديش عمرهم بالضبط؟ الدجاج عمره 31 يوم. 31 محتساب اليوم الاول ولا مش حاسبه؟ 31 يوم، اليوم الثاني الليل بصير 31 يوم. طيب مجهزات للبيع من امبارح؟ صحيح. طيب اول شيء توفير العلف تقريبا قديش وفرت؟ علف تقريبا وفرت الثلث، يعني الثلث. طيب مش مشكلة، انت وفرت الثلث. طيب قديش كنت تطعم من اوز ولا؟ كيف طعم الأزولا؟ طعم 10 كيلو. ايه طيب 10 كيلو. ايه عود عود بدايتها طبعا هيك بالتدريج طلعت معاهن، عمر 5 ايام اسبوع وطلعت معاهن لحد ما صار. طيب من اي يوم بلشت تطعم اوزولا؟ على اساس برضه في ناس معنيين يعرفوا هاي التفاصيل، لانه احنا كل تجربه لها خصوصيتها، يعني في عندنا ناس بلشوا على 12، في عندنا ناس بلشوا على 14. انت اي يوم بلشت تطعم اوزولا؟ والله صدقا بلشت على الاسبوع قطعنا مضبوط، قبل الاسبوع بكيت اعطي كميه بسيطه، بدي اقول لك من ثاني يوم حفنه 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 هيك بكيت لك 200 يعني يوركلي. طيب منيح منيح تمام. بالنسبه للامراض، عانيت من امراض؟ امراض لا الحمد لله، يعني للرشح بس حطيت دواء المويه بس فقط لا غير. اسبوعين صار رشح فقط لا غير للرشح. طيب انت اكيد ما اكلتش بعدك من الدجاج والله اعلم، بس يعني اللي اكلوا من مزارع ثانيه طبعا حصلوا على نتائج ممتازه بالنسبه للطعم، وانه الدجاج فيش فيه زنخه ونفس النتيجه، ولا اي حدا عانى من الامراض ولله الحمد. وهي انت طبعا يعني وفرت كميه علف ممتازه، وطبعا في غيرك وفر اقل وناس ثانيين وفروا اكثر، يعني لانه الموضوع بعده في بدايته، يعني ما وصلنا لدراسه صح انه قديش كميه التوفير. بس مره ثانيه، الاوزولا كنت تطعمها على وجبه ولا على اكثر من وجبه؟ الأزولا كنت أطعمها على وجبتين آخر الليل والصبح. طيب هسا بس سؤال ثاني يعني خطر في بالي بدي أسألك إياه، كنت تطفي عليهم في الليل ولا لا يضل إنه الضوء شغال؟ بالليل لا يضل الضوء شغال، حتى يعني بالنهار يعني غرفة أنت فيك شوي. طيب شغال عادي. هاي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا يبارك ويطرح البركة يا رب، يعطيكم ألف عافية.